tribunalquds.com. من أبرز عناوين الأخبار اليوم: أمريكا تعترف ميتشل لم يحقق اختراقا نحو السلام، ولا نستطيع الإعلان حاليا عن لقاء بين أوباما وعباس ونتنياهو. واشنطن بوست: إسرائيل تملك منظومة للدفاع الصاروخي تعد الأكثر تقدما في العالم. الجيش اليمني يعلق عملياته ضد المتمردين الزيديين مؤقتا بمناسبة عيد الفطر. صالة كريستي للمزادات تعرض لوحة لرامبرانت مقابل 41 مليون دولار. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات يفتح أبوابه للجماهير. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.